عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعندما ذكر ربي جل في علا أمر الصلاة اختلف المسير، عندما ذكرت الدنيا قال فامشوا، وعندما ذكرت الصلاة قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. عندما ذكرت الدنيا قال فامشوا، وعندما ذكرت الصلاة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.